جاء يوم القيامة ووقف الناس للعرض والحساب. يومها يعطي الله عز وجل لكل ذي حق حقه، ومصير أي إنسان في الآخرة سيكون إما إلى جنة نسأل الله عز وجل ذلك، أو إلى نار وبئس المصير ونعوذ بالله عز وجل من ذلك. ونعلم علم اليقين أن مصير الشياطين إلى النار، ولكن ماذا عن الملائكة الكرام؟ هل سيموتون كما يموت الإنس والجن؟ وما مصير الملائكة يوم القيامة بعد أن يقضي الله عز وجل بين العباد؟ هل سيدخلون الجنة أم ينتهي دورهم هنا؟ قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وهذا دليل على أن الملائكة يموتون كما يموت غيرهم من الخلائق، والملائكة يموتون ويتولى قبض أرواحهم ملك الموت عليه السلام، ويموت ملك الموت بلا ملك الموت. فالملائكة لا يقولون قولا مما يتعلق بتدبير الأكوان حتى يقول الله عز وجل، لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمة الله تعالى وعلمه، ومهما أمرهم عز وجل امتثلوا أمره، ومهما دبرهم عليه فعلوه، فلا يعصون الله عز وجل طرفة عين ما أمرهم، ولا يكون لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله عز وجل. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومع هذا فقد أحاط الله عز وجل بهم علما، فعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من أمورهم الماضية والمستقبلة، فلا خروج لهم عن علم الله، كما لا خروج لهم عن أمره وتدبيره جل في علاه. وحال الملائكة لا يختلف، سواء قبل خلق آدم عليه السلام ومن ثم ذريته، أو بعد فناء الدنيا وانقضاء أيامها، أو يوم البعث والنشور والحساب والجزاء، أو بعد أن ينصرف الناس يوم القيامة فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فملائكة الله عز وجل في كل ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم ليسوا من أهل التكليف ولا حساب عليهم يوم القيامة، ولكنهم تتنوع أعمالهم ووظائفهم ومهامهم، سواء في ذلك في الدنيا أو في الآخرة، بحسب هذا الأصل: تمام الطاعة وتمام الانقياد لله رب العالمين. ومن هذه الوظائف والمهام التي أوكلها الله عز وجل إلى ملائكته وهو غني عنهم وعن الخلق أجمعين، فمنهم من يحمل العرش. قال الله تبارك وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وحملة العرش: الله عز وجل هو الذي يحملهم ويحمل عرشه جل جلاله، ولكنها مهام ووظائف أرادها الله عز وجل فكان ما أراد. فهم لا يحملون العرش على الحقيقة بذواتهم وأنفسهم، ولكن بحول الله وقوته الذي يحمل العرش ويحمل حملة العرش. ومنهم الحافون حول العرش المسبحون بحمد ربهم عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن الملائكة من هم موكلون بأهل الجنة، وهم خزنة الجنة. قال الله تبارك وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال فيهم عز من قائل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن الملائكة من هم موكلون بأهل النار والعياذ بالله، وهم خزنة النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة
وإن بعض الملائكة يستقبلون أهل الجنة على أبواب الجنة ويهنئونهم، كما قال الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. سئل العلماء هذا السؤال: نعتقد أن الله تعالى يدخل من آمن به من الثقلين الإنس والجن إلى الجنة، ويدخل من كفر به منهم النار يوم القيامة، فما منزل الملائكة؟ أي ما مكانتهم وما منزلتهم؟ وكيف يكون جزاؤهم يوم القيامة؟ أجاب العلماء: قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة ومقامهم، فقال عز وجل: عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره سبحانه، فمنهم الموكل بأهل الجنة، ومنهم الموكل بأهل النار، ومنهم حملة العرش، ومنهم الحافون بالعرش، وغير ذلك مما أوكل الله عز وجل إليهم، وهم معصومون وغير مكلفين، ولا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاللهم اجعلنا ممن تقول لهم الملائكة يوم القيامة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وممن تبشرهم الملائكة عند الموت وفي القبر وبعد الخروج من القبر والبعث والحشر وعلى الصراط وفي كل مقام وفي الجنة: ربنا، وينادونهم ويحيونهم: سلام. واجعلنا ربنا ممن تدعو لهم الملائكة في كل أوقات الرحمة والعظمة والجلال، أوقات التوبة والمغفرة والقبول، أوقات الرحمات والبركات والفيوضات. ربنا، اللهم آمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.